جزاكم الله خير. في ظل توارد الإشاعات والفتن على الدعوة السلفية والمنهج الحق، ومن ضمنها ما ورد اليوم على صحيفتي التيار والوطن، ما هي وصيتكم للشباب عموما؟ جزاكم الله خير. طيب، أول حاجة نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة من هؤلاء الأعداء من حيث لا يشعرون، كما قال القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وكون الزول المبتدئ يعني يحاول يشوه صورتك وكذا والمضل، دي شهادة منه على إنه هذه الدعوة دعوة حق، زي ما قال بعض السلف: إذا كثرت الفتن وأردت أن تعرف دعوة الحق فانظر إلى أين تتجه سهام العدو. شوف سهام العدو ماشي وين. نازل بيتكلموا في الدعوة السلفية شيوعيين يكوركو، وما تعالوا فتحنا لهم باب المناظرة ما قادرين يناقش، متسترين تحت واجهات وتحت جرائد وغيرها ما قادرين يناقش إلا يطاعن في صحيفة وكذا، ومع أنه بقول بحرية الرأي والرأي الآخر تجيب له مقال ما بنشوف. مناظرة تعال نناظرك ما بيجي، أعزمنا مناظرة ما بيعزمك. طيب دي حلوها كيف؟ فهمت؟ بيجا يا أخوان مسلمين بشتى طرقهم، عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، مين غيرهم، ما بيجوا يناقشوك ويطعنك من هناك ويزمك. المتصوفة قاموا عملوا الحزب، الحزب الصوفي الديمقراطي. قال يا اخوانا ما في علاقة بين الديمقراطية والتصوف، التصوف ده مبني على التقليد الأعمى والتام للشيخ، لا تعترض فتنطرد، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. الميت بيقدر يعترض على زول الغسله لو جرده من الثياب ولو شاف عورته، لو كان إنسان سيء بيقدر يعترض عليه؟ ما بيقدر. بس تكون انت بين يدي الشيخ كده. ولا تقول لشيخك لما، ومن قال لشيخه لما لم يفلح، تكون ديمقراطي كيف. المهم قاموا عملوا معهم لغة في غنم من الغنوات، وجابوا واحد كان وزير سابق اسمه محمد مصطفى الياغوتي، وقاموا بيتناقشوا معاه ليه عملتوا الحزب. قالوا لأنه في أخ دعوة الأيام دي منتشرة كتير شديد بين الشباب. قال دي ما شهادات، الحمد لله انتشرت، دي ما دعوتنا نحن، دي حق طلة، لكن ده بيفهموا منه وقال دكتور وقال. المهم فقال بقت منتشرة ومؤثرة تأثير كبير جدا بين الشباب وبين الناس، وهم الدعوة الوهابية قال أو السلفية زي ما هو قال. فقام المذيع قام عصره، قال له: طيب انتوا ليه ما مؤثرين تأثير كبير جدا يا زول؟ التأثير ده ما مننا يا أخي، دي دعوة ربنا. ربنا قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه دي معناه بنتهي منه مرة واحدة، فإذا هو زاهق ماحق ذاهب منتهي. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الدعوة دي دعوة الله، نحن ذاته لو خليناها وتنكلنا ورجعنا القهقرة رفتا. فالدعوة دي دعوة الحق، الدعوة دي دعوة الحق، فهمت؟ فكون النازل ينشره في الجرائد هذا رمي به النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده جاءت امرأة أبو لهب في مكة وبقت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم مذمم. فلما بعض الصحابة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما بقوا ينشروا الشائعات يا دوب الناس بقوا يعرفوا الحق. والله النبي عليه الصلاة والسلام لما بقوا الناس يمشوا في سوق زي المجاز وغيرها من الأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم شغال دعوة حتى في الأسواق، ودي دعوة مقررة بالكتاب والسنة، دعوة ذاتها في أي محل، في السوق في أي محل ربنا فتح مجال تشتغل طوال، فهمت؟ فبيجوا يمشوا يجيبوا إشاعات في صحيح مسلم. واحد من الصحابة قال: أنا كنت أداوي الناس بالطب، طب يعني زول المطبوب المسحور. فقالوا له: زول ده مجنون وكذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام المشركين. فطوالي قال انا طوالي
مشيت قال وضعت قطن قال في اضناني. قال بعد شيء قلت يا اخي انا انسان عاقل. قال فان كان به طب داويته. فمشى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له قومك قالوا انك مطبوب يعني مسحور، وانا اداوي من هذا من هذه الريح فيشفي الله باذني ما باذنه ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاه لما تم كلامه قال له ان الحمد لله، حديث ابن مسعود في مسلم، نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخر. قال اعدها عليها علي، فعادها عليه ثلاثه. فقال الله، فقال هذا الرجل والله لقد سمعت الشعراء. فما هو بكلام الشعراء؟ قال واعرف الكهان فما هو بالكهان، وان كلماتك هؤلاء بلقنا نعوس البحر. تعرف نعوس البحر يا بتاع الجريده؟ نعوس البحر حصلته انت؟ فهمت؟ قال بلغنا نعوس البحر. ثم قال هلم يدك لأبايعك، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فالإشاعات دي بتزيد الدعوة. انت ما سمعت زمان الترابي قال لك شنو؟ ولا انت ما متابع بتاع الجريدة؟ فاضلين نحن لكن بننجمك ان شاء الله. فهمت؟ الترابي سيدك زمان قال شنو؟ قال هؤلاء ينتشرون انتشارا تلقائيا. تلقائيا ده ما بتوقفوا جريدة، تفاهم؟ تلقائيا ده بتلقاه ثلاثة بيجاب أشياء بيقوا 12، ما لأنه حقنا نحن ولا بنغتر بالكثرة. فهمت؟ لكن ربنا كترهم بالحق الحمد لله، وما كترهم لأنه تابعيننا نحن، لأنه تابعين الكتاب والسنة. والكتر ديل ذاته نحن لو ضلينا برضو بيبينوا حالنا للناس. فهمت؟ فده قال لك انتشروا انتشارا تلقائيا، الدعوة دي ماشي. والصادق المهدي برضو كورك انت، أئمة الضلال بتاعنك أسيادك وقدواتك كوركو انت، تاني فاضل لك شنو؟ لما شاف النقاب كثير قال ديل بيشبهنا البعاعيد، تاني زادوا. ليه؟ لأنه شوف السودانيين ديل لما نركبوا معاك راس، خاصة في أمر الدين، زي ما قالوا، قال واحد قال أنا والله قال تاني ما داير آذان، لأنه قال الآذان شكله شيوعي ولا حاجة، قال الآذان ده مكرهني في البيت. فقام ور واحد من أهلنا الجعلين ديل، فقام داك شال عكازه وجا من قبل الأذان الأول، الأذان الأول أذن، بعد شوية الأذان الثاني أذن، لما قربوا يقيموا الصلاة وزورك ما جاء مشى البيت. فهمت الحاصل؟ الدعوة دي ما بتقدر توقفها، ما بتقدر، أنت أفهم الموضوع ده. فده بشرى خير، وده معناه الناس شغالة تمام، معناه الناس شغالة تمام. عشان كده فرعون لما ما قدر على دعوة موسى عليه السلام قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. مشى لملم جماعته وكده، وفي النهاية كان مصيره، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. فهمت؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فناس بينشروا الكذب والباطل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنا بتحير من بني آدم بأكل أولاده من الكذب. بني آدم مخلوق ياكل من الكذب لحمه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايما لحم او شحم نبت من سحت فالنار اولى به. فربنا سبحانه وتعالى بفضله سبحانه وتعالى جعل ده من اسباب انتشار الدعوه، وده ما بضرنا حاجه. ربنا قال لن يضروكم الا اذى، ربنا قال ولا تسمعن، ربنا قال لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فما بيعمل حاجة، وربنا قال لن يضروكم إلا أذى، ما بتسوي حاجة. وده إن شاء الله بيزيد الناس قوة قوة، وكل ما تتكلم معناه الشغل ماشي صح، لأنه ناس الطب يقول لك الألم على قدر شنو؟ على قدر الصراخ. أنت لما يجي يقول لك كراع بتاعت مريض، الله يكرمك وانت شغال في الكورس بتاع العظام، تهبشوا في الاصبع الكبير تلقاه بعين ليك.
تابي شو فوق شويه بتلقاه يتلفت يمين، ثاني بتمشي قريبا الكعب تحت تلقاه بقى ينط شويه، لما تقبض محل الالم بينط صح ولا ما صح؟ بس ده نفس شغل ناس الجراي، الشغله دي هبشتهم في محل الالم. شوف يا بتاع الجريده، عليكم الله يا ناس الجراي، عليكم الله. تمش بتقولوا هؤلاء ومثيرون للجدل و الى اخر، خلينا من الجدل. مش قلتوا عندكم ناس مختصين وعندكم علماء وعندهم باع وحاجات كثيره؟ طيب بيه الباع بتاعك ده التني ولا الجدع ده؟ جيبوه لنا في مناظره. وسيله الاعلام ربنا اداك وسيله اعلام، افتح وسيله الاعلام. ما قادر تناقش ليك مجموعه من الشباب اللي انت بتسميهم شباب، ما قادر تناقشهم؟ انت زول دي عندك دكاتره وعندك بروفات وعندهم شهادات وعندهم ثناءات وعندهم مقامات، ما قادر تناقش الشباب لغايه ما تقعد تكذب؟ ها، زي ما قال الشاعر: لي حيله في من ينم وليس لي في الكذب حيله، من كان يصنع قوله فحيلتي فيه قليله. زول كذاب يسوي له شنو؟ والكذاب حد وين؟ عدوا الباب، فهمت؟ فرسالتنا لكم يا ناس الجرايد، ما تكذب، عيب عليك يا اخي. في الروضه زمان يا بتاع الجريده قال لك الكذب شنو؟ حرام، بيقطع اللسان من ورا وقدام، وقلت ما داير تسمع الايات، اسمع كلام ناس الروضه. ما تكذب يا اخي، انت ليه بتكذب؟ تستفيد شنو من الكذب؟ هل داير توقف الايات بالباطل بتاعك؟ بالباطل بتاعك داير توقف الايات؟ كذبوا على يوسف عليه السلام امرأة العزيز، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نهاية سورة يوسف حصل شنو؟ قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. يا بتاع الجريدة، يا بتاع الجريدة، امرأة العزيز تكون خير منك؟ عيب عليك، عيب عليك يا بشنب، عيب عليك، خسارة فيك الشنب يا بتاع الجريدة. ها، الهدهد صدق لما ذهب ووجد امرأة تملكهم، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أنت خايف على الجريدة بتاعتك إنه المبيعات بتاعتها تقل؟ ما تخاف، الرزق عند الله يا بتاع الجريدة. ربنا قال يا بتاع الجريدة لو بتقرأ القرآن وتخلي الخروفين يتناطحن في مبدل، ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء، بتاع الجريدة الله اقسم لك داير شنو؟ بتاع الاخبار وبتاع بالبونط العريض، فهمت؟ ربنا اقسم لك، ما بتصدق الله يا بتاع الجريدة؟ ربنا قال: فورب السماء والارض انه، ودي مؤكد ثاني بعد القسم، ربنا جاب لك ان الثقيلة يا بتاع الجريدة، انه لحق. وربنا ضرب لك مثل محسوس: مثل ما انكم تنطقون. فالاشاعات يا اخواننا ده منهج قديم قديم، عادوا به ورموا به الأنبياء والمرسلين، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الكتاب وقصص كثيرة، وده شغل اليهود. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. انت عارف يا بتاع الجريدة لما تكذب، والله عندك أمثال في القرآن، أمثال السوء لمن يستحقها. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون. عمل فوق الواد ناصح ده اليهودي البليد في سورة مريم، زي بتاع الجريدة في الكذب يعني، وفي صناعة الكذب. ما هو بيقروا دار تكذب أعمل كده، دار تنشر خبر كده تعمل كده، بيقروا عليهم ياكل عيش من الكذب، باقي لك ده بيمشي لقدام، وبتلقاه ذاته منتهي في دنيته دي، بتلقاه منتهي، تلقاه عرق وسائل وماشي في الحر، بعد كذب وبعد دينه بدنيا غيره، ما لقى يركب ذاته، لستك ترتار سايم عنده. ليه؟ لانه ربنا ما بعينك، وحتى لو بقت عندك الدنيا كلها ما بتستفيد حاجه، ممحوقه، فهمت؟ قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. ربنا لما يجي يبري ناس الحق، والله لو جبت جريدتك دي ونشرتها في الأفق ما بتوقف الشمس، أصل الشمس ما بتحجب نوره أصلا. فربنا شوف جعل ده معجزة.
ربنا قال فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله. عيسى عليه السلام كان في المهد، وعادة الناس وعادة الدنيا نزول في المهد ما بيتكلم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وربنا سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا واضح. فأنا أبشرك والله ده ما يزيدنا إلا قوة في الحق، والحمد لله المجتمع واغيظك زيادة، المجتمع بقى يرفض التصوف ويرفض الإخوانية ويرفض الجبهجية ويرفض داعش ويرفض الشيوعية ويرفض التحزب ويرفض الفشل الذريع الظهرت به يا أحزاب كلكم علمانية ولا غير علمانية، والحمد لله بقى مقبل على دعوة الحق الدعوة الصحيحة، وصاروا هم أنفسهم يقبلون أجزاء منها وإن لم يكن بالمرجعية والأدلة بالواقع. بيقوا يقولوا لا ما دارين خروج، دارين جهاد مدني. ما زمان قلتوا الخروج بجوز بتاعين الجرائد، استفدتوا منا جنو؟ فده كله باطل. تاع الجريدة دار تناغشنا في حمار بيوم بدا غاب وعمل هلع في الثورة بالنص حبابة كلف بس، لكن ما تكذب جيبنا. بتاع التيار ولا غيره داير تعمل خبر او غيره باطل، داير زول انت شايفه بيغنع، عندك دكتور معين انت شايفه بالنسبه لك مرجعيه في البلد دي او في سنغافوره او في الامم المتحده او في كوكب زحل او في غيره من المحلات، فهمت؟ بيغنعك انت شايفه داير تجيبه يناظرنا لانه انت شايفنا متشددين وكذا والى اخر، داير يغنعنا حبابه كلف. تاني نعمل لك شنو؟ بتاع غنم من الغنوات برضو دي رسالة له، شايف انه نحن ناس متشددين ولابد هؤلاء الشباب يناقشوا وكذا، والله نحن لا ناس قتل لا ناس ضرب لا ناس مشاجرات، داير المناظرة معانا بنناظرك، نناظرك في كيفية وضع البرامج مناظرة مقبولة، دايرة حبابة كلف، داير مناظرة في كيفية وضع الكاميرا في التلفزيون حبابة كلف، داير مناظرة في كيفية وضع الشعار بتاع الغناء برضو حبابة كلف، بس انت ابقى راجل يا بتاع غناء ولا جريدة، ابقى راجل، تعال عديل تعال عديل تعال جيب حجتك، ان شاء الله يكون مرجعك مجلة ميكي احنا جاهزين لك، فهمت؟ ان شاء الله يكون مرجعك كتب البرعي او المكاشفي او سيد قطب او لينين او ستالين او حزب البعث او غيره من الأحزاب الباطلة اللي بنأكد لك إنها باطلة بتاع الجريدة وبتاع الغناء وبتاع غيره، نأكد لك مية ومليون مرة وكلها باطلة ودعوتك أنت فاشلة وباطلة، بنأكد لك جيبهم لنا تعال لنا نحن جاهزين للمناظرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم. بارك الله فيك أخانا الشيخ شهاب عوض على ما قدمت، ونذكر إن شاء الله غدا الساعة 7 مساء مع الشيخ مزمل عوض فقيري بعنوان العقيدة أولا غدا إن شاء الله، وبعد غد مع الشيخ أبو بكر محمد أحمد آداب يوم الأربعاء إن شاء الله الختام مع الشيخ أبو بكر، وغدا مع الشيخ مزمل فقيري. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.